بالنسبة لتأثير التدخين على الأسنان بصورة عامة وعلى الفم، التدخين له تأثير مباشر على اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان. أكثر تأثير إلى نشوف بالنسبة للمدخنين الشائعين بكثرة، يعني يقولون تأثير عليهم، يعني نلاحظ حركة كبيرة في الأسنان إضافة إلى التهاب لثة جدا قوي ورائحة غير مرغوبة في الصباح أو في أغلب الأحيان، يعني طول الوقت تكون رائحة الفم عندهم، يعني نتيجة نوع من البكتيريا تكون مع النيكوتين، فلذلك هم يكونون أكثر فئة من البشر عرضة لتساقط الأسنان والتهابات اللثة وفقدان عظم الفكين. تأثير التدخين بالنسبة للزراعة، بالنسبة لتأثير التدخين على الزراعة، وتكون نسبة نجاح الزراعة بالنسبة للمدخنين تقريبا نقول المدخن الشرعي حدود 80% نسبة فشل الزراعة تكون مع المدخن، يعني نسبة نجاح 20%. المدخنين اللي يكونون وسط التدخين مالهم يكون التدخين يعني مو شرط التدخين، يعني يكون 50% نعطيه. فلذلك التدخين له تأثير مباشر على زراعة الأسنان.